لما يبقى معانا شيكابالا يبقى اكيد التحدي لازم يبقى فيه مهاره. الحلقه اللي فاتت التحدي كان R2 في السوكه، حلقه النهارده بقى التحدي هيبقى كعب ودقه التمرير في نفس ال... يعني انت تلعب بكعبك وتظبط الكره في نفس الوقت. ماشي. كل مدرب هيختار لاعب، واللاعب ده هيقف هنا وهيبقى عنده 3 محاولات ان هو من غير ما يبص يجيب الكره الزرقاء في الكره الحمراء كده اهو. يا سلام. مش كده. شفت اللي عملته ده؟ اوعى تعمل زيه. لا ليك تجربه ثانيه. لا خلاص نكتفي بهذا القدر ونشوف بقى النجوم هيعملوا ايه. انت ساره اتفضلي. طبعا عشان كابتن شيكا موجود انا هختار شيكا برضه. حلقة شيكا. صغير بقى. كاس. يلا متعني بقى. تعالى يا ابراهيم. الله يبارك. حارس المرمى. قال لك الاثنين واحد، حارس المرمى. حارس المرمى. انت اللي هتلعب بكعبك؟ اه. لما الكرة الجديدة دلوقتي لازم يبقى بيعرف يلعب. لازم يبقى بيلعب بكعبه كمان. يلا هيما. ولا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا بص من بعديت من ديت من هنا وتقوم ضربها كده. اوه واحدة واحدة. يا ولد يا ابراهيم. كده وصلنا للتعادل، هنحلها دي ازاي يا شيكا؟ اهم. يلا يا كابتن سارة. الله مبروك يا كوتش. كابتن سارة بتفوز بالتحدي، يبقى شيكا هيكون معاها في المحاضرة اللي قبل المباراة. ابو سعد كابتن شيكا. وكابتن احمد الكاس في الملعب هينتظرنا هو وفرقته علشان فاضل لحظات والماتش يبدا. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. انا ولا هو؟ انا ولا هو؟ شيك شيك. لا انت. شيك شيك شيك. مين اللي هيكسب؟ هيكسبوكوا؟ يلا مين اللي هيكسب؟ هم هيكسبوكوا؟ ماشي.